ولا بأس أن نذكر بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي اللي كتقول بأنه تكتسي أعمال لجان طقس الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا. في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي كتنص على أنه يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، كنشدد على هذا، كل شخص قام مهما كانت الوسيلة المستعملة بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وأنه مازال كنقرأ عليكم المادة 14، وأنه تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرم. إخوان، اللي بغيت نعاود نأكد عليه، وعلى عكس ما يشاع، رغم أن هذا الشيء وضحته، على عكس ما يشاع، رئيس مجلس المستشارين لم يرفع شكاية بالمعنى القانوني ضد الإخوان الصحفيين وضد المستشار البرلماني، لأنه لو كان رفعت الشكاية كنت رفع شكاية مباشرة لرئيس المحكمة. أنا أحلت التقرير على وزير العدل اللي هو رئيس النيابة العامة وطلبت منه بناء على ما ورد التقرير ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بالبحث عن مجهول سرب هذه المعلومات وهذه المعطيات ديال جلسة الحوار مع السي بن كيران. هذه هي الحقيقة اللي لابد من نعاود نأكد عليها. إذن كنت قد تلقيت هاتفيا اتصال من رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية من منطلق غيرته على الصحافة ودفاعه، وهذا واجبه على الجسم الصحفي وعلى الصحفيات والصحفيين، يعني اتصل بي وتساءل معي واش كاينه إمكانية طي هذا الملف، لأن هذا الملف يمكن أنه يضر بتجربتنا الديمقراطية وممكن يضر بالصورة ديال الحقوق، وهو محق في مثل هذه التساؤلات. ودارت الهضره اللي دارت بيناتنا في التليفون على انه طبعا هناك يعني هناك استعداد وهناك جاهزيه مطلقه لمعالجه هذا الملف في حاله ما الى القرى شي فتوى من الناحيه القانونيه تسمح بطي هذا الملف. الخلاصه ديال النقاش اللي درت مع السيد رئيس النقابه هو انه اعطيونا الى عندكم شي فتوى من الناحيه القانونيه نطويو هذا الملف، فانا لا تتصور انه اشعر بالسعاده او انني انتشي، لأن هناك 4 صحفيين كيتجرجوا أمام المحكمة وفيهم أصدقاء، ولكن أعطيونا فتوى من الناحية القانونية. فأخبرني السيد الرئيس بأنه غادي يدير استشارات مع المحامي مع المستشار القانونيين، وأنه إلى الكلاشة صيغة أنا كرئيس مجلس المستشارين أرحب بها. نأكد لكم بأنه هذه الصيغة ديال التنازل من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية غير ممكنة على الإطلاق. والآن في ارتباط بهذا الشيء بسؤال وجيه طرحه السي شاكر، قضية ديال الشق السياسي، يعني التقدير السياسي، عندك الحق، المفروض أنه في معالجة حالة من هذا النوع يكون عندك تقدير سياسي، تقدر شنو غيترتب على هذه المحاكمة، شنو هي الأضرار ديالها المعنوية بالنسبة للجسم الصحفي كله، شنو الأضرار ديالها بالنسبة لصورة البلد بكاملها، علما بأن هناك من يتربص بالبلد وهذا الشيء كله عارفينه. ولكن يا أستاذ شاكير، ملي كتكون إزاء واحد الحالة عندك فيه نص قانوني واضح يضيق ديك الساعة الهامش ديال السلطة التقديرية، كيضيق الهامش ديال السلطة التقديرية أو الشق السياسي سميتي كيضيق، بغيتي ولا كرهتي عندك نص قانوني كيلزمك بصيغة الإلزام، ما كيخليليش الهامش ديال التقدير. وثانيا خلينا نذكروا بواحد المسألة، واش اختارنا نديروا هذا القانون التنظيمي؟ هذا القانون التنظيمي راه صوت عليه البرلمان، صوت عليه كافة المكونات. أنا آسف جدا نقول لكم عاوتاني بأنني سأضطر إلى رفع دعوة أخرى، وهذه المرة ستكون مباشرة.